بنجدد الترحيب بحضراتكم في الحلويات بقى بتاعتنا. عارفين انتوا دايما كده زي ما تعودنا دايما في الخيمه لازم الفقره الاخيره دي تكون الحلويات، والحلويات بتاعتنا دايما بتكون غذاء للروح، كلام جميل، كلام مفيد، كلام لازم نستعد بيه كده لقران الفجر، نستعد كده للساعات الجميله اللي هتبقى جايه علينا، ساعات السحور واستقبال اذان الفجر باذن الله. طبعا روحانيات كتير جدا هنتكلم عنها. بيسعدني وجود ضيوفي الاعزاء، طبعا مولانا الشيخ احمد عبد الحليم المبتهل، شكرا لوجودك، نورتنا بابتهالاتك الحلوه طوال الحلقه، وان شاء الله نختتم حلقتنا النهارده بابتهال بامر الله. بامر الله. بيسعدني ايضا وجود الشيخ احمد عبد الرحيم الجندي احد علماء وزاره الاوقاف. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. بارك الله فيك. كل سنه وحضراتكم طيبين، ينعاد عليكم بالخير والصحه والسعاده يا رب، اللهم امين، وعلى امتنا العربيه والاسلاميه. وعايز ابتدي من عندك يا شيخ احمد واقول لك النهارده حضرتك انا حاسس ان في ناس حابه انها تنفث النار، حاسس ان في ناس لها رغبه في استغلال الحاله او الوضعيه اللي احنا فيها، بتتكلم عن موضوع اغلاق المساجد وابتدوا بقى يعني هي دي الدوله اللي بتحارب القران وبتحارب الدين وبتقفل المساجد، وهو وفي ناس تحس انها بتحاول تثير البلبله وتحاول انها تخلق لنا مشكله من لا مشكله. يعني بشوف ان الشعب المصري شعب واعي جدا ومستوعب للازمه ومستوعب لاجراءات الدوله الاحترازيه لانتشار فيروس كورونا، وقد ايه شيخ الازهر دايما يقول ان صحه الابدان مقدمه في الاسلام على صحه العبادات، وبرضه في ناس عماله تنفث النار. تحب تقول لهم ايه، وايه تعليقك على موضوع غلق المساجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني احنا اولا عاوزين نقول ان احنا لا نريد ان نسيء الظن باحد. احنا هنقول يعني الدافع لهؤلاء او لما يفعله هؤلاء، نقول الغيرة او الغيرة على شعائر الاسلام وشعائر الله وهكذا. سوء الفهم او الجهل ربما يكون هو المحرك الرئيسي لامثال هؤلاء، ولذلك احنا مش هنقول يعني هو شيخ الازهر على راسنا من فوق وشيخنا واستاذنا وعالمنا، لكن شيخ الازهر ليس بدعا او وزير الاوقاف ليس بدعا في ذلك او في هذا الامر. الامر ده حدث على مدار التاريخ الاسلامي مرات كثيره وعديده، منها على سبيل المثال طاعون عمواس وما اتخذه المؤمنون او المسلمون وعلى راسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان سنه 18 هجريه. في طاعون آخر كان اسمه الجارف، وهذا الطاعون كان عام 69 هجرية، وسمي الجارف لكثرة يعني الجثث التي كانت تلقى في الطرقات من جراء يعني الناس اللي هلكت في هذا الطاعون. وطاعون قتيبة ابن مسلم، وده كان تقريبا سنة 181. وكان في طاعون برضو في كان فيه سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، كان في بغداد، وغيرها وغيرها. المؤرخون المسلمون كتبوا في هذا الشأن كثيرا، منهم ابن كثير وابن بطوطة وابن إياس وابن رشد ويعني غيرهم الكثير والكثير، والمقريزي من ضمن ما كتب حتى ابن كثير رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تبارك وتعالى عما كان أيام اجتياح التتر والمغول لبغداد. تحدث عن تعطيل الجمع، وتحدث عن تعطيل الجماعات، وتحدث عن كذا، وتحدث عن أمور يعني هي مش هنقول أشبه بما نحن فيه، لأن هي الظروف هي، لكن الوضع العام أو الشوارع لم تكن يعني إحنا الحمد لله رب العالمين نصل إلى هذه المرحلة. لكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أول واحد يعني استجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها ووقع بها فلا تخرجوا منها. صحيح. عمل إيه كمان سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال انتدب سيدنا أبي عبيدة لما رفض هو الأول يدخل الشام. قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو قالها غيرك، يعني لو قالها حد غيرك يا أبو عبيدة، أنت من أعلم الناس بشأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين، فلو حد غيرك قالها كنت فعلت فيه أو به ما فعلت. أفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله. تمام.
لم يدخل عمر بن الخطاب، لكنه أمر معاوية، أمر أبا عبيدة إنه هو يأخذ الناس ويذهب بهم أو يهرب بهم إلى إيه من الأراضي اللي فيها مستنقعات وما إلى إيه إلى الجبال. بقي أبو عبيدة فمات في هذا الطاعون. صحيح. رضي الله عنه وأرضاه. صحيح. إذن الإجراءات لما يأخذ أبو عبيدة بناء على أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يأخذهم إلى رؤوس الجبال أو إلى الأماكن اللي فيها نزهة أو متنزه، بعيد عن المستنقعات، بعيد عن جو الوباء، يبقى هل ستكون هناك جماعات ولا جمع؟ لا طبعا. عطلت الجماعات والجمع كما قال أيضا ابن كثير في إطار حديثه عن 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 جائحة التتار والمغول وكثرة الجسس والقتلى التي ألقيت، ونحن نعرف ما فعله المغول والتتار. احنا عايزين نأصل للمسألة تأصيل علمي. عندي واحد اسمه الإمام الشاطبي، أو عندنا واحد اسمه الإمام الشاطبي، وهو مشهور يعني علم من الأعلام، من أعلام الفقه الإسلامي، له كتاب اسمه الموافقات، تكلم فيه عن الكليات الخمس. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ، أو ترجع في مقاصدها أو في حفظ مقاصدها إلى إيه؟ إلى كليات خمس، إلى أمور خمسة. لا تتعدى هذه الكليات إلى ثلاثة أصناف: أولها أن تكون ضرورية، اثنين أن تكون حاجية، ثلاثة أن تكون تحسينية. أنت لو بصيت للتقسيمة دي يعني إحنا زي ما بنقول كده بالبلدي إيه، في حاجات كمالية وفي حاجات ضرورية. ضرورية معناها كما قال هو أيضا على حد تعبيره في كتابه، قال: ضرورية معناها أنها لا بد منها، بحيث إذا فوتت لم تقم مصالح الدين والدنيا على استقامة، بل قامت على إيه؟ على فساد وتهارج وفوت حياة. بس كده؟ لا، قال لك ده وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، عشان بس الناس تعرف أنه أنت مسؤول. الدولة قالت كذا حفاظا على الأرواح، محاولاتك يعني للتلاعب أو للتهرب من الإجراءات الاحترازية ده أمر أنت ممكن تتسبب فيه بذهاب وضياع أرواح. في ناس بتبقى حاملة للفيروس ولا تتأثر به نتيجة قوة مناعته، فده يعدي غيره لكنه هو لا يتأثر، فهذه مشكلة، وغيره ما يحسش أنه هذا يعني عنده عدوى أو عنده فيروس. فالأمر خطير. لما يحاول واحد يتهرب يبقى خلي بالك، أنت كده فوتت النجاة أو فوتت الحياة والنجاة لغيرك في الدنيا، ولم تجري مصالح الدين والدنيا في هذا الحال على استقامة، وكذلك أنت خسرت نفسك في الآخرة، فوتت النجاة لنفسك ولغيرك، وفاتك النعيم وبوت، والعياذ بالله بالخسران إيه المبين. نفس الكلام قاله سيدنا الشيخ أبو حامد الغزالي أو الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى: ومقصود الشرع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم أنفسهم وأموالهم وعقلهم ودينهم ونسلهم. وطبعا هناك اختلافات في الترتيبات ما بين ومرين. القرآن الكريم فيه ما يدل على وجوب حفظ هذه الكليات الخمس. آيات في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وإيه وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. خشية إملاق صح؟ لا، خشية إملاق دي بتاعت الإسراء. بتاعت الإسراء، أوكي. تمام. وبعدين: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صحيح. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وكذلك الآية اللي في سورة الإسراء تبدأها من أول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لغاية لما كل ذلك كان عند كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه مكروها. مكروها صحيح. فالأمر يعني موجود في أصول ديننا، والمحافظة على الحياة من أهم ما يميز شريعة الإسلام. يجي بعد كده واحد يعني عنده من الجهل ما عنده يقول لك: لا ده أنتوا بتحاربوا شرائع الله وشعائر الله. يا اخي يعني انت زعلان على على ويعملوا صلاه التراويح في على السطح وفي البيوت يعني حاجات. والله انا 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 اقول له وانا مشفق عليه، والله الذي لا اله غيره، لئن اصيب احد او لئن كنت سببا في اصابه احد او في انتشار هذا الوباء وكان لك في ذلك يد فستسال عن ذلك امام الله يوم القيامه. وبرئ منك كفيت وفيت. طبعا برئ منك شيخ الازهر، وبرئ منك وزير الاوقاف، وبرئ منك كل عالم.
المصيبة أو المشكلة إنه على صفحات السوشيال ميديا تجد من يهاجم مثلا وزير الأوقاف ولا شيخ الأزهر ولا يقول لك ده عاوز يعني يريد أن يعني شعائر الإسلام ينهيها ويعمل منهم أئمة لمساجد صحيح وصفحات لأئمة مساجد صحيح ومجموعة من هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم إن إحنا إيه أئمة أو اللي اسمهم خطباء المكافأة ويزعلوا يقول لك لما امتحنوا ولم يوفقوا يقول لك إزاي ده إحنا حافظين ده إحنا الحفظ شيء والفهم شيء صحيح. فهم مقاصد الشريعة هذا لا يوفق إليه إلا من يعني اختاره الله واصطفاه الله عز وجل لذلك. الله إجابة شافية ووافية وملناش حجة. الدين بيقول والعقل بيقول والدولة بتقول والمنطق والتاريخ. بيقول يعني التاريخ بيقول كل ما نحن فيه الآن ليس بدعة. قبل ما اختتم عايز منك إجابة مقتضبة في سؤال مهم جدا دايما بيتسئل أول رمضان طبعا لأن حضرتك عارف دلوقتي مع ظروف الحظر فبقى فيك ناس كتير أو بتتحرك في الفترة الصباحية وفي ناس كتير جدا بتسافر. من هو اللي له رخصة الإفطار في السفر؟ هل أي حد مسافر مسافة فوق ال 85 كيلو أو 81 كيلو زي ما قالت يعني الأوقاف أو الأزهر يحق له السفر؟ هل السفر رخصة يجب أن تؤتى أو إذا أوتيت ليس على من أتاها حرج؟ لأن لما قريت في الموضوع لقيت أن في بعض الصحابة اللي أفطروا وقت يعني الصيام في وهم على سفر ابتلوا مؤمنين تانيين يقولوا لهم أنتوا عصاة أنتوا مش عارف إيه لحد ما أمر الرسول عليه السلام بقدح ماء وشربوا قدامهم وفطر عشان يثبت لهم أن المسافر له الحق في الإفطار. عايز حضرتك برضو ترد على النقطة ديت من هو المسافر الذي يحق له السفر الإفطار عفوا. الرد في منتهى البساطة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك الصلاة والظروف والملابسات والجو اللي انت بتعيش فيه يؤهلك للقيام بركن الصلاة بتمامه زي ما هو زي الصورة اللي وضحها وبينها لأن صلوا كما رأيتموني أصلي تمام. إذا عرض عارض وهذا العارض زي ما بيقول العلماء علماء الأصول الضرورة تقدر بقدرها جعلك أو كان هذا سببا في إن يكون عندك يعني فرصة تقصر الصلاة ادالك الحق في ذلك تقصر الصلاة والقصر يكون للمسافر أو تفطر رمضان والآية في ذلك واضحة وصريحة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم الرخصة ليست أمرا واجبا مش واجب ولا فرض أنت تأخذ به ولكن من أخذ بها فقد أخذ بالأفضل. طيب بارك الله فيك والأقرب. عايز أختتم بقى حلقتنا النهاردة وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين. شكرا يا مولانا نورتنا النهاردة الشيخ أحمد عبد الرحيم الجندي أحد علماء وزارة الأوقاف والشكر موصول أيضا لضيفي الشيخ أحمد عبد الحليم المبتهل اللي أنا عايز أختتم بقى بابتهال حلو كده جميل نختتم سهرتنا النهاردة ونستعد ونستقبل مع بعض كده فترة السحور وقرآن الفجر بإذن الله. أمر الله. سيدي يا رسول الله اللهم ارزقنا اتباع حبيبنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها همومنا وتنفس بها كروبنا وتشفي بها أمراضنا وترحم بها أمواتنا يا الله ولكم ذرفنا في الحنين دموعا مزجت بشوق
للنبي الهادي روح الفداء لحبيب قلب المصطفى من حبه نور أضاء فؤادي روح الفداء لحبيب قلب المصطفى من حبه نور أضاء فؤادي صلى عليه الله ما ذكر امرؤ رب العباد ملبيا وينادي رباه رباه فارزقنا شفاعة أحمد واصرف بلاء قد أصاب بلادي.